فيما يخص الوضعية المائية المقلقة التي يعيشها المغرب اليوم، يعني وعلى إثر تصريح لوزير جهاز الماء السيد نزار البركة حول هذه الوضعية، وأيضا حول أهمية انفجار مجموعة من العيون المائية على مختلف الجهات التي ضربها الزلزال الحوز مؤخرا، وأيضا ليس فقط في تلك المناطق، حتى في مناطق أخرى. يعني كان يعني هذا نتيجة أولا يعني الحركة الجيولوجية للطبقات الأرضية نتيجة تصادم على مستوى فارق منطقة الحوز، وبالتالي يعني هذه الأمور من ناحية جيولوجية فهي أمور عادية جدا، بحيث أنه يعني هذه الحركية يعني تجعل السديمات المائية التي تكون يعني مخبأة أو في باطن الأرض، وهي التي يعني تستعمل مياهها في الري نتيجة يعني الوصول إليها عن طريق حفر الآبار، وبالتالي يعني هذه الحركية تجعل ظهور مجموعة من الشقوق، مجموعة من الفجوات التي يعني تكون مخبأة بفضل يعني حركية الزلزال تصبح ظاهرة، وتصبح مسارها إلى الخارج ومسارها إلى الوسط الطبيعي يعني سالكا، وبالتالي تظهر لنا مجموعة من العيون، مجموعة من التدفقات المائية من خلال خزاناتها التي تكون في باطن الأرض، أو ما يسمى بالسديمات المائية التي تكون في باطن الأرض. إذن هذه العيون يعني تتيح للمناطق، وتكون في الغالب في مناطق كما يعني تم تحديدها، في مناطق لم تعرف تساقطات كبيرة في السنوات الأخيرة، في مناطق يعني جافة نوعا ما، في مناطق يعني تحتاج لتلك المياه، وبالتالي يعني يكون لها يعني أثرا إيجابيا سواء على الساكنة المجاورة لها من أجل الإمدادات المائية لماء الشرب أو الاستعمالات اليومية، أو إمدادات مائية يعني لاستعمالات في الزراعات، وفي الغالب تكون هذه الزراعات يعني معاشية، زراعات محدودة، حيث أنها يعني يستعملها المزارع ويستعملها الفلاح في تلك المناطق لتلبية حاجاته إلى الماء، في ظل الوضعية التي يعيشها المغرب اليوم، وهي وضعية مقلقة ومقلقة جدا نتيجة توالي حوالي 6 سنوات الجفاف، ونتيجة يعني الطلب المستمر لهذا المورد الأساسي للحياة، سواء الاستعمالات في مجال زراعي أو مجال خدماتي أو في مجال صناعي في بعض الحواضر أو في بعض الضواحي المدن الكبرى، أو في بعض جوانب المناطق الزراعية مثل مناطق سوس التي تعرف يعني وحدات متعددة للتصبير ولتلفيف ولتعليب ولتعليب المواد الزراعية الموجهة إلى الخارج، وهذه الوحدات يعني تستعمل مياه يعني مهمة من أجل تنظيف وغسل تلك المزروعات قبل وضعها في العلب الخاصة بها وتوجيهها إما إلى مجمدات أو إلى خارج مباشرة حسب نوعية كل منتوج.